المشاهدين يعني رحت عند بنتها بالبيت فاشوف فتحت التلفزيون اشوف حاطه على اليوتيوب ميوزك فور دوكس يعني موسيقى اللي موسيقى استرخاء للكلاب. فسالتها قلت لها بنتها انه شنو الموضوع؟ انا يعني اسمع موسيقى اوكي قبل ما انام بس ميشا والبسابيس شلون؟ فاحكي لنا الجواب. لا هم لهم موسيقى خاصة بحطوا لهم إياها على كل على اليوتيوب، في قناة اليوتيوب في أكثر من موسيقى بتقدر تلاقوها للكلاب والبسس كمان. هاي الموسيقى أنا بحط لهم إياها قبل ما أطلع من البيت، يعني بحطها بتهديهم بتروقهم، لأنه الكلب بصير عنده نوع من الإنزايتي، الإنزايتي اللي هي ال ال ايش بيقولوها بالعربي الاحباط او نوع من انواع النفسيه مكتئب نوع من الاكتئاب لما صاحبه بيتركه. الكلاب عندهم اذا انا تركته ساعه بالنسبه له ساعه مثل اليوم مثل يوم, يوم. فانه اذا انا تركته يوم ساعه هو بالنسبة له تركته كامل. سبع ساعات سبع أيام كأني تركته أسبوع كامل. الأيام عند الكلاب بتختلف عن أيامنا، عشان هيك هم أعمارهم تختلف عن أعمارها. فالكلب أعمارنا الكلب اللي عمره مثلا 4 سنين بيكون عمره الإنساني مختلف عن عمره الحقيقي. فعشان هيك كمان الوقت بالنسبة لهم بيختلف عن الوقت بالنسبة لنا. سبحان الله كيف الموضوع هذا يعني. فهي الفكرة من الموضوع إنه أنا بحط لهم الموسيقى عشان هم يكون شوي عندهم كمان بالبيت جو صوت. ما بحب احط افلام، ما بحب احط اشي تاني لانه الاصوات التانية ممكن يكون فيلم فيه صوت عالي صح طخ ازعاج، فما بحب اخوفهم يعني بحط لهم هاي الموسيقى. حلو. يعني بصراحة يا بنتي اليوم الفقرة هاي من احلى واروع الفقرات اللي ممكن تشاركين بيها تجاربك اللي وصلتنا ووصلت لكل المشاهدين، واتمنى من كل الاشخاص اللي ناويين انه يربون كلاب او يتبنون كلاب يكونون ياخذون بحديثك اليوم بعين الاعتبار، لانه يمكن انت لك سنين طويله بهذا المجال وترعين يعني ميشا واخوانها بسبب ايضا. بدي احكي نقطه كمان عن هذا الموضوع بالنسبه للشعر، شعر الكلاب كثير في ناس مشكلتهم شعر الكلاب يعني بتخلوا عن كلابهم بساسهم من اجل مشكله الشعر. لازم يكون في متابعه ويعني متابعه دوريه مع الطبيب البيطري بالنسبه لهذا الموضوع، اللي هي من أسبوعين لشهر اللي هو حلاقة أو تريمينج. تريمينج اللي هو تخفيف الشعر. والتمشيط أساسي، التمشيط أساسي إنه يكون بشكل يومي، إنه الواحد يمشط عشان يضل فروة الكلب حلوة ومرتبة، ولحتى كمان إنه نتفادى إنه الشعر يكون موجود بالبيت. فاللي بيقدر إنه يعمل هذا الإشي بيقدر يجيب كلب، واللي بيقدر يتحمل يوم مثلا هذا اليوم يكون إنه يعني خلينا نقول انه في شعر بالبيت، الهوفر شغاله الهوفر شغاله. تعالي ميشا ميشا تعالي نعست. تعالي ميشا عندي. يلا تعالي اب تعي اب اب ميشا يلا مشاهدين يسألون عنها اب اب ميشا اب اب تعي هون اب ميشا تعالي هون اب 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 يس شايفين ال الادب والاخلاق تسمع الكلام هينا هينا وحلوه وجميله. ما ركبنا لها مايك بس سولها خليها تسوي المشاهدين هاي بنتها سوي لهم هاي يلا. لا انا بدي اقول لكم اكثر حركه بعملها لميشا يعني هي بتضايقها شوي بس انا بحبها هي هاي. خدود خدود هدول خدود خدود يعني اليوم هي ضيفه عزيزه وجميله ونورتنا ويعني شرفتنا، وبصراحه المعلومات اللي فعلا اللي انطتينا اياها بنتها اليوم معلومات رائعه ومعلومات لا تقدر بثمن لانه نابعه عن تجربه صح. وحب لهذا المجال. اهم شيء الواحد عن جد يفكر بالموضوع انه ما يستغني عن الحيوان الاليف، يعني الحيوان الاليف ما تنسوا انه هو بحاجتك يعني اكثر مما انت كمان بحاجته. لانهم بمرحله من مراحل تعلقهم باصحابهم. يعني لما تيجي تعطيه لشخص اخر ممكن هذا الحيوان الاليف يموت، يعني اخر قصه يعني البس للاسف البزونه ماتت البيضه اللي انقذناها اخر شيء بالشارع، بس تخيل انه هاي البزونه اصحابها رموها بالشارع وضلت تلحق كل حدا بتشوفه تمشي وراه لانها بدها حدا يدير باله عليها. ما قدرت تستمر بالشارع لانه لما انت تجيب حيوان اليف بالبيت بعدين ترميه بالشارع ما بعرف انه هو يتعايش مع البيئه اللي انت رميته لإلها. الحيوان الأليف مضطر إنه يعيش ببيئة مختلفة ولكن صعب كتير إنه يتعايش فيها، فالبعض منهم للأسف بيموتوا، فديروا بالكم عليهم.
وحبوهم والله انهم حلوين عن جد يعني انهم حلوين. يمنون يمنون البيت. امي قاعده تتابعنا الان فيعني ان شاء الله اليوم هذه الفقره تكون اثرت فيك والله يهديش علينا. خاله اصلا بتحب ميشا كثير يعني. تحب ميشا بالضبط صدق عامله غسالة عندي ونجيب هيك ميشا صغيرونه عندنا بالبيت لانه للاسف مو اي يعني مو كل العوائل يتقبلون فكره صح. الحيوانات اللي يعني بوجودهم وياهم بالبيت فان شاء الله اليوم نكون هيك سبب بتغيير يعني راي الاغلبيه وانه يعني نكون يعني قدرنا ان نوصل الفكره الصح من هذه الفقره لانه فعليا وجودهم شيء كلش حلو بحياتنا. وشوف بس شوفوا لي منظر فنتا وميشا راح توصلكم الفكره من كلامنا عن جد صح ميشا اوكي شاطرة بدها تبوسي بس بوس عندها الموضوع تمام. طبعا وهج يعني احنا هيك بنكون مع ميشا وصلنا هيك تقريبا نختم حلقتنا بس بدنا نطلع لفاصل صغير بعديها بنختم معكم.